فالله سبحانه وتعالى أخر عنك الآخرة لتتقدم إلى جنات عدن بالأعمال الصالحة. ثم سل نفسك مما مضى من العمر، كم سهرت مع الأصحاب، وكم جلست مع الأحباب، وكم قدمت للناس، وما الذي أخذت، وما الذي استفدت. فالسعيد الموفق من جاءته نذر الله فإيقظته من غفلته ونبهته من منامه. فاترك أخي عنك التسويف، واعلم أن أمر الاستقامة والبعد عن أسباب الخزي والندامة واليقظة في هذه الدنيا والاستعداد ليوم القيامة هو أعظم الأمور وأجلها. فكن من العقلاء، وكن من السعداء الأتقياء، وخذ بالأسباب التي تقربك إلى الله. ومن أعظم الأسباب أن تدعو ربك، فلا مهدي إلا من هداه الله. وصدق الله إذ يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فوعدنا الله إذا استهديناه أن يهدنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فاستهدي ربك واسأله لهداية، واسأله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه من صلاح القول والعمل. الأمر الثاني أن تكثر سماع القرآن وتدبر آيات القرآن وقراءة القرآن، فإنه إمام هدى لكل خير واستقامة، وسبب في النجاة من كل خزي وندامة. الأمر الثالث أن تبحث عمن يقربك إلى الله، فإذا وجدت أن الأصدقاء والأصحاب والأحباب يبعدوك عن الله فاستبدل بهم أخيارا يقربوك إلى الله. فالبحث عن القرين الصالح والجد في ذلك والصدق فيه من أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى صلاح القول والعمل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمنا برحمته، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.